أكدت وزارة الأوقاف أن حماية دور العبادة دلالة على السلام الإنساني الكامل بين أفراد كل أمة، مشيرة إلى أن الحفاظ عليها مسؤولية الجميع. جاء ذلك خلال متابعة العمل الدعوي مع قيادات الدعوة بمحافظة الدقهلية والوقوف على الخطط الدعوية والإدارية، فضلا عن افتتاح مسجد النادي بمدينة ميت غمر بعد إحلاله وتجديده. بهدف الوقوف على خطة سير العمل الدعوي بمحافظة الدقهلية، قيادة وزارة الأوقاف تعقد اجتماعا موسعا مع الأئمة والدعاة، مؤكدة خلال اللقاء على الاهتمام بدور العبادة مبنى ومعنى من خلال المحافظة على نظافتها وصيانتها بصفة عامة. الالتزام بتعاليم الوزارة في نشر الفكر الوسطي المعتدل والاهتمام به من خلال طبعا المنابر التي قام بتحريرها معالي وزير الأوقاف، ولا يصعدها إلا من كان إماما وخطيبا أو مرخصا له من قبل الوزارة، ثم التوجيه إلى المدارس العلمية والمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظ القرآن الكريم ومدارس النشر. ومن متابعة خطة سير العمل الدعوي إلى افتتاح مسجد النادي بمدينة ميت غمر بعد إعادة إحلاله وتجديده، وذلك من منطلق الدور الدعوي للأوقاف في إعمار بيوت الله في الأرض. المسجد ده قام وكان مسجد قديم، والحمد لله فضل ربنا قمنا بإنشائه وتجديده، وده واجهة للبلد. مساحة مربعة 1150 متر، هو معمول عبارة عن بدرون ودور سفلي ودور علوي، هيكفي إن شاء الله ل 2500 مصلى. عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى لا تتوانى عنها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الدقهلية وإدارة أوقاف ميت غمر، حتى تنشر الفكر الوسطي، وحتى يتقرب العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وتختتم جولة الدقهلية بتأكيدات من الوزارة للأئمة إنه لا مكان للدخلاء على الدعوة في مساجدنا، وذلك بعد أن حملنا صدى التغيير عنوانا خلال السنوات الماضية. من محافظة الدقهلية، وليد هيكل للتلفزيون المصري.